عايز تقول انا هاي؟ انا خدت صباح ورحنا لسرية. غلبانة سرية دي على نياتها خالص. وانا مش قلت الموضوع ده تقفل وما تفتحش تاني؟ مش هكفر. حاضر. في حاجة تاني برضو عايز اقولك عليها. ايه تاني؟ سيد واخد على خاطره شوية ومتضايق. ده الموضوع اللي كل ما افكر فيه بشيل الهم واتنكد. سيد اخويا، كرم ربنا على الواحد يديله اخ، وسلام لو اخ اكبر تتسند عليه وتشوره. لو وقعت يقومك، لو الدنيا مالت بيك يعدلك، مش شايلك حمل فوق حمولك. سيد اخويا طول عمره حمل على كتافي. وصلت المرحلة نعيم اني بقيت ادعي ربنا مش انه يسندني ويبقى في كتفي، لا، انه يخفف الحمل عن اخوه بس. عندك حق يا اخويا، حقك عليا بس. حقك انت عليا يا سيد. انت عارف ان نعيم بيحب اللت زي عينيه، وهقول اي حاجه معاه. الكلام اللي انت سمعته ده كله مش من جوايا، انما ما تزعل من اللي سمعته يا اخويا.